رحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي في امان الله. كنتمنى تكونوا بالف الف خير يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. الفيديو ديالنا ديال اليوم غنصيبوا واحد الكابيشو لباس رياضي على بركه الله. كنحتاجوا الطرف ديال الثوب هذا، العرض ديالو عندنا فيه متر و80 سنتيم، متر و80 ماشي متر و50. اذا غنحتاجوا متر و40 عندنا في الطول، هذا الطول متر و40 عندنا في الطول، هذا هو الطول عندنا ديالتو، هذا العرض، طوينا هاد الجهه هذه اللي مفتوحه، طويناها على هذا الشكل، طوينا تقريبا 38 سنتيمتر، 38 سنتيمتر اللي طوينا. هاد البلاصه هذه مشدوده على هذا الشكل. كنجيو هنا الكول، هاد البلاصه هنا الفوق كندخلو ب 8 سنتيمتر، 8 سنتيم، كنهبطو ب 2، من هاد 8.5 غتبقى عندنا، من هاد 8 عفوا 8 سنتيمتر، هنا 30 سنتيم عندنا من هنا لهنا 30 سنتيمتر. غنجيو من هاد النقطه هادي ديال العنق ديال الكول، غنهبطو بارتفاع الصدر 29 سنتيم، هادشي اللي عندنا حنا في هاد القياس 29 سنتيمتر. غنجيو من هاد النقطة هادي ديال الكول، غنقيسو لحد ارتفاع الحوض، طول حتى الحوض عندنا 62 سنتيمتر، 62 اللي هي هادي، اثنان وستون سنتيم. غنجيو ما بين هذا الخط هذا ديال الصدر وما بين هذا الخط هذا ديال الحوض، غنديرو المنتصف، المنتصف ديالو اللي هو هذا المنتصف، الطول الكلي غادي نديرو 90 سنتيمتر، غاتجينا حد الركبة، وغنزيدو واحد لابوند من هنا، من هاد الخط، من هاد النقطة هادي ديال العنق، غنقيسو 90 سنتيم، 90 سنتيمتر اللي هي هادي، تسعون سنتيم. هاد المنتصف عندنا اللي مسدود، غنقيسو من هنا، غنقيسو العرض ديال الكتف، عندنا 40، غنحطو 20 سنتيم، ها 20 سنتيمتر هي هادي، 20 سنتيم، غنهبطو باثنان، 2 سنتيمتر، وغنجيبو خط من الكول، وغنجيبوه متصول على هاد الشكل، حتى لهنا. هاد 38 سنتيمتر غنهبطو بواحد 22 سنتيم اللي هي هادي، 22 سنتيمتر. وهاد الخط هذا ديال الصدر غنديرو فيه الربع ديال الصدر اللي عندنا فيه 32، هادشي راه بالخياطة البنات، 32 سنتيمتر بالخياطة، وهنا هاد 22 سنتيم بالخياطة. وغنجيب واحد الدور على هذا الشكل هكا، شفتوا هنا عندنا 32، هنا في هذا الخط هذا ديال الحزام غنديرو 30 سنتيم، عندنا هنا في الخط ديال الحوض هاد 32 سنتيمتر، غنزيدو على 2 هي 34 سنتيم، 34 سنتيم. لاحظوا البنات هنا 32، هنا 30 سنتيمتر، هنا عندنا 34 سنتيمتر. وغنديرو خط الحزام وهنا الحوض، هنا هذا الطول اللي هو هذا،
هذا طول كلي غنديرو فيه هنا 34 سنتيم نزيد عليه 2 غتولي 36 سنتيمتر 36 هنايا لتحت في هذا الطول الكلي غنطلعو بواحد 2 سنتيمتر وغنجيبوها لهنا تقريبا غندخلو بواحد 14 سنتيمتر تقريبا اللي هي هذه 14 وغنجيبو هذا الطور هذه فوالا طريقه جد سهله وبسيطه دابا غنصوبو هاد الدورة هادي ديال الكول نحيدو هذا ديال الخلف هذا ونجيبو هاد الدورة هادي على هاد الشكل بالنسبة للكم عندنا العرض الكتف عندنا فيه 40 سنتيمتر النصف ديالها 20 سنتيم 20 سنتيمتر والطول عندنا الكلي ديال الكم عندنا 63 سنتيم 63 سنتيم غادي نعبروها من هنا من هذا الكتف من هنا غنزيدو عليها 2 سنتيمتر 1 زائد 1 وهنا فهاد بلاصه البواني هنايا نزيدو عليها 1 بالنسبه لكم البنات طوينا الثوب على 4 خدينا هذا القياس هذا هكا خلينا سنتيم هنا شفتوا دخلنا بجوج سنتيم 2 سنتيمتر دخلنا بها هنايا وجبنا خط هكا على هذا الشكل بالنسبه للطول ديال الكم كنجيو لهذا العرض هذا هذا نصف العرض الظهر اللي هو 20 سنتيمتر من هنا كنقيسوا الطول ديال الكم الطول ديال الكم عندنا فيه 63 سنتيمتر 63 غنزيدوا عليها هاد 1 سنتيم 1 سنتيم وهنا 1 سنتيم غنزيدو عليها 3 سنتيمتر غتعطينا 66 سنتيمتر 66 حيدنا منها هاد البواني هادي درنا فيها 8 سنتيمتر في البواني غتجينا 58 58 سنتيم هي هادي هنا درنا 14 سنتيم وجبنا هذا الخط هذا فوالا هذا هو الكماله عندنا ديالكم كيف ما ذكرت لكم هنا راه دخلنا بجوج سنتيمتر هذا هو الطول الكلي هو هذا هاي لا بوند يمكن لكم عندكم الاختيار 5 سنتيمتر 6 على حسب داكشي اللي بغيتو ولكن هنا هذا العرض هذا اللي عندنا هنا ما كنديروش قدو لا بوند كنقصوا جوج سنتيم من هنا وجوج سنتيم من هنا
هانتوما شفتوا باش ملي كنبغيو نخيطوا كنتيريو هنا باش كتجمع لينا طول الكلي باش كيكون مجموع هاد لافونت باش كتجي شويه مجموعه فوالا. وبالنسبه للامونش هذه هي لامونش هنا فين غتكون عندنا البوانيي هانتوما شفتوا هانتوما بواني هي هادي كيبقى الاختيار ديالكم انا درت 8 سنتيمتر وهنا هاد سنتيم ديال الخياطه والدوره عندكم ديال البواني كتشوفوا شحال انا عندي 20 سنتيمتر بقى لينا القب بالنسبه للقب هو ثوب على زوج طول 40 سنتيم هنا عندنا 30 سنتيمتر غنطلعوا ب 34 بهذا الشكل هنا كما ذكرت لكم 34 سنتيمتر غادي نحطوا الدوره ديال الكول على هذا الشكل هنا هاد القنت هذا شفتوا هذه هي دورة الكول وهذا هذه ديال الامام وهذه ديال الخلف على هذا الشكل على هذا الشكل هذا وكنجيبو خط لهنايا هنايا عند الناس كنطلعو بواحد 5 سنتيمتر هنا كندخلو ب 5 سنتيمتر وكنجيبو واحد الدائره هنا راه كيكون مفتوح هنا هاد الدائرة هاد نصف دائرة فوالا شفتو هذا هو القب دابا غادي نبطنوه غنديرو لا دوبلور هذا هو التبطين ديال القب ها هو متني على اثنان على زوج شفتو هذا القب ديالنا هذا هو الموديل ديالنا هذا دوفون هذا لو دو هذا الخلف هذا الامام هذه لابوند اللي غتكون عندنا في الطول ديال هنا الكلي اللي ذكرت لكم راه ناقصه على الطول على هذا العرض هذا 2 سنتيمتر من هنا و2 من هنايا وفي الخياطه غنتيريوها باش جينا شويه مجموعه من هنا من التحت وهذا بالنسبه لهنا لامونش هذه هادو الكمايل وهادي لاباند اللي كاينه هنايا اللي كتكون في البواني هادي البواني الباندا وهذا القب اللي مدوبل هادي هذا على دوبلور هذا التبطين وهذا القب هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم كنتمنى ينال اعجابكم وكنتمنى تستافدوا منه راه سهل بطريقه جد سهله وبسيطه كنتمنى تنال اعجابكم الى اللقاء الى فيديو جاي ان شاء الله بحول الله الى اللقاء